كل الجزائريات والجزائريين، وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى. يا هلا وارحب بأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، متابعينا الأحباب الأبرار، متابعينا الشجعان، أهلنا وأحبائنا في دولة الجزائر برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، هذا الرجل الذي نفتخر ونعتدي به نحن كفلسطينيين ومؤمنين تماما بأنه أب الفلسطينيين بكل تأكيد. في هذه الحلقة نارية أحبابنا الكرام، وتبون يزعزع أمن إسرائيل ويدمر أمنهم ويفرتك أمنهم وكلماتهم بكل تأكيد، ويعرفهم إذا الجزائر قالت فعلت بكل تأكيد، كما عندما قالت وهددت الفلسطينيين وطردتهم من بلادهم أيام ما كانت مستعمرة من السماء فرنسا. واليوم الجزائر حرة بحمد الله وفضله، وإن شاء الله عقباله عندي فلسطين التحرير والنصر والتمكين بإذن الله تعالى. مرحبا بكم متابعينا الكرام، رجعنا لكم بحلقة جديدة عبر منصتنا العربية الفلسطينية حسام بالحاج، ورحب بكم أجمل الترحاب، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا عبر هذه منصتي المتواضعة. عنوان حلقتنا لهذا اليوم أحبابنا الكرام: عاجل نتنياهو يشن هجوم على الجزائر. طبعا بعد موافقة الأمم المتحدة على قضية قرار فلسطين، بشن عليها حرب لأنه مش عاجبها إيش ليش الجزائر بتدافع عن فلسطين، شن عليها اتهامات، شن عليها أبطال، بيعتقدوا بأنه هو لما بشن الحرب على الجزائر إيش إنه الجزائر راح تنهزم. لا والله، لا والله، تعالوا بس في هذه الحلقة راح نشوف تبون كيف رد عليه وكيف زعزع أمنه، كيف أرعب رعب، كيف أدى كلمات خلته تخرس خالص وفضح تاريخه السابق هو والمطبعين. شوفوا سبحان الله بابنا الكرام، المتصهينين مهما كانت قوتهم مستمدة في هذه الأرض فإنما قوة الله عز وجل أكبر وأكبر، وإنما الجزائر مستمدة قوتها من عند الله عز وجل. أحبابنا الكرام، في هذه الحلقة بالتحديد هنفرجيكم كلمة نتنياهو الهلس، هذا الكلب، هذا الخسيس المحتل للأراضي الفلسطينية، وإذن الله ستحرر هذه الأراضي الفلسطينية من دنسهم عما قريب بإذن الله تعالى. هنفرجيكم كلمته وحنفرجيكم كيف رد عليه تبون. بس بنأكد وبنقول بأنه الجزائر والله مستمدة قوتها من عند الله عز وجل، الجزائر قوية، عزيمتها قوية من عند الله عز وجل، ونحن نفتخر بأهل الجزائر ونفتخر بشعب الجزائر، والله نتباهى بكم. تعالوا حبيبنا الكرام نشوف فيديو نتنياهو، ومن ثم بعدها نشوف فيديو الرئيس عبد المجيد تبون الذين نفتخر ونعتز به. نشاهد كلمة نتنياهو. ההחלטות המעוותות נגד ישראל שהתקבלו בעצרת הכללית של האום במהלך השנים, כמה ההחלטה הבזויה שהתקבלה היום לא תחייב את ממשלת ישראל. העם היהודי אינו כובש בארצו ואינו כובש בבירתנו הנצחית ירושלים, ושום החלטה של האום לא תעוות אמת היסטורית זו. בימים האחרונים קיימתי שיחות עם מנהיגים בעולם ששינו בעקבות כך את הצבעתם, יחד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שגריר ישראל באום גלעד ארדן ואנשי משרד החוץ, הגענו להישג חשוב. בהחלטה שהתקבלה באום בחודש נובמבר היה לפלסטינים רוב מוחלט מהמדינות החברות באום שתמך ביוזמה שלהם. אלה שלא תמכו, שהתנגדו, נמנעו, נעדרו, הם היו במיעוט. כעת, לאחר התערבותנו, 11 מדינות שינו את אופן הצבעתן, וכתוצאה מכך התהפכו היוצרות. אלה שתמכו ביוזמה הפלסטינית הפכו למיעוט. علي الضمان بحكي ام هو عارف ايش بحكي، ولك اتحولش تطول على اسيادك، ولك اتحولش انت نتنياهو، نتنياهو اتحولش تطول على اسيادك. الجزائر هم اسياد هذه الارض، الجزائر هم جنود هذه الارض الافاضل، الجزائر هم خيرة هذه الارض، الجزائر هم اقوى جيش على هذه الارض بكل تأكيد. احبابنا الكرام تعالوا شوف كيف تبون رد عليه وخزاه وسكره وخلى طمه ينخرس، اصلا هم مخروسين خلقة ومخزيين خلقة من هاي الدنيا. فتعالوا نشوف كيف تبون رد عليه، شاهد معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يسعدني ونحن نودع سنة 2022 بما حملته من أحداث وقرارات، من مؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية
والاقتصادية وبعزيمة كل الجزائريات والجزائريين. وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى من كل الجوانب، وأن تتجسد فيه أمان الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون سنة 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات، وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى. وبهذه المناسبة أتمنى لكم ولكن عاما سعيدا لكل الشعب الجزائري، دون أن ننسى جاليتنا في المهجر. كل عام وأنتم وأنتن بخير. عاشت الجزائر حرة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. إلى هنا أحبابنا الكرام، شفنا تبون كيف رد عليه، كيف خلاه يخرس خالص. طبعا بكل تأكيد نحن كشعب فلسطيني والله 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 عندما نرى شيء عظيم يخرج من أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، عندما نرى مدافعة أهل وشعب الجزائر عن فلسطين، عندما نراهم يدافعون عن فلسطين، فبكل تأكيد والله إننا نفتخر ونعتز بهم، والله إننا نتباهى بهم، والله إنهم تيجان فوق رؤوسنا وسامي شرف على صدرنا. والله هذا الشعب العظيم عندما يدافع عن فلسطين أو يرفع عالم فلسطين في كل تأكيد في أي مكان من مكان أو في أي لحظة من لحظاتهم، والله إن صدورنا تطلجها الفرح والسرور. فنحن ممتنون لكم شعب الجزائر العظيم، فنحن نحبكم والله نعشقكم، وبنحب نقول كلمة لإسرائيل، للمطبعين، للمتصهينين، والله إنكم سطرتم اسمكم في مزابل التاريخ، ولا مكان لكم غير مزابل التاريخ. فبكل تأكيد أنتم وأعوانكم ومن تدعون أنفسكم أنكم ستقدرون السيطرة على فلسطين، فلا تعتقدون. إنما جيش فلسطين وجيش الجزائر له يوم موعود بتحرير المسجد الأقصى وفلسطين كلها من دنس الاحتلال بإذن الله تعالى. إلى هذا المنطلق وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، بنرسل تحياتنا للرئيس الفاضل حفظه الله ورعاه عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر. نسأل الله أن يرى كلمتنا هذه المتواضعة، نسأل الله أن يحفظه ويكرمه، نسأل الله أن يبعد عنه كل أذى وكل سوء بإذن الله تعالى. والله إنك لأب عظيم للشعب الفلسطيني يا عبد المجيد تبون. نشكر إخوتنا في دولة الجزائر كلكم باسمه ولقبه على مدافعتكم لفلسطين، على وقوفكم بجانب فلسطين بكل تأكيد، ونحن والله نفتخر ونعتز بكم شعب الجزائر العظيم، وأنتم تيجان فوق رؤوسنا ووسام شرف على صدرنا والله بكل تأكيد. فنحن نحبكم ونعشقكم ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. إلى هنا أحببنا الكرام، وصلنا حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكون نالت على إعجابكم، وإذا نالت على إعجابكم أتمنى الاشتراك في القناة فإذا جالس أصلكم كل جديد، أتمنى الضغط على زر اللايك، أتمنى الإعجاب، أتمنى مشاركة هذه الحلقة، أتمنى نرجع تفاعل القناة قديما، نرجع من جديد، وإحنا والله أمنا بكم عظيم ومستمرين لأجلكم، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم أحببنا الكرام. إلى هنا وصلنا حلقتنا لهذا اليوم، كل تحية لكم، كان معكم نالم فلسطين حساب الحاج بأمان الله، القدس عاصمة لفلسطين. إلى اللقاء.